تفضل شريف. ألف هنا وشفا. عارف يا ندى، لما اتخبطت بالعربية اتنطرت لفوق وأنا نازل ما كنتش شايف قدام عينيا غيرك انتي والولاد، انتوا بس اللي كنتوا قدامي، لأن انتوا كل حياتي. وبعدين الحمد لله ربنا أراد إني أرجع للحياة. أرجوك يا ندى ما تسيبنيش تاني، لأنك لو سبتيني تبقي بتحكمي عليا بالإعدام. مين؟ مش عارف، رقم غريب. طب شوفي شوفي مين. ألو، مساء الخير، أكلم الأستاذ شريف لو سمحتي. حاضر يا فندم، لحظة واحدة، في واحد عايزك. أيوة أستاذ شريف. أيوة يا فندم، مين معايا؟ مش مهم مين، أنا عاوزك تسمعني كويس. اللي حصل لك ده كان مجرد قرصة ودن، إحنا خبطناك بالعربية خبطة خفيفة علشان تفوق لنفسك، أظن إنك فاهمني كويس. هو مين اللي بيتكلم؟ عاوز تعرف أنا مين؟ حاضر، أنا عزرائيل اللي هاخد أجلك لو ما بعدتش عن داليا. حط عقلك في راسك واسمع الكلام، وإلا المرة اللي جاية هتبقى المرحوم شريف. أنا متشكر جدا على السؤال، متشكر جدا، مع السلامة. في حاجة يا شريف؟ لا، ده واحد معرفة قديمة كده كان بيطمن عليا بعد الحادثة. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.